عيال ودروس على شغل وهلكم من ده ليه ده ولا متسددات ولا متنددات يومك متروس بعيال ودروس وبيت على الغلب ده متعودة اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي اللي تأكل واللي تلبس وتودي النادي اللي تذاكر واللي تدلع تشخط وتدادي سخنة وحنية في كل الأوقات وبقيت أم أشرف وأبو أشرف وتلات كلمات وملل وروتين وهيعيشة كده يا شيخة طلعت عيني سمير انكل سمير مش معنى النهارده دكتور سمير عشان انا النهارده جايه لك بصفتك دكتور بصفتك دكتور ايه الحكايه في ايه هو مش انت وانت صغير وبتتخرج من كليه الطب اقسمت انك استحاله تخرج سر المرضى بتوعك اي اقسمت كل حاجه الحمد لله وبعدين بعدها ساعات بصوم 3 ايام بس انتوا جيراني يعني ممكن اخرج سركوا في اي وقت ممكن اخرجوا كلكوا برا العياده برا العماره حتى في اي وقت كل سنه وانا طيب ايه الفاتحه خد واحده
دي ألبوم مدرسة، قصدي قلب مامي. مش عايزة شقاوة النهاردة ها؟ الطلب صعب قوي يا مامي، بس هحاول أنفذهولك. معلش، عايزين الشقة تفضل نظيفة عشان عيد ميلادك النهاردة ها؟ أنا ممكن أخلي الشقة نظيفة لحد العيد ميلاد، أما وقت العيد ميلاد نفسه ما وعدكيش. بطل لماضة. بعدين مش تعرفني على أصحابك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قصدي بسم الله ما شاء الله، ده انتوا شبه بعض قوي، انتوا قرايب ولا حاجة؟ ايه الذكاء ده يا مامي؟ احب اقولك معلومة، دول اخوات وتوأم كمان. توأم، باين اهو. بس انا قلت اسألهم الاول بدل ما اظلمهم يعني. تظلمهم ايه يا مامي؟ احنا قاعدين في المحكمة. ايه محكمة دي يا سولي؟ في حد يكلم مامي حبيبته كده برضو؟ انتوا اساميكوا ايه؟ انا حسن. وانا حسنين. اتنين؟ together؟ الله، حسن وحسنين، طول عمري نفسي اشوف توأم كده على الطبيعة. الفتي ده يا مامي طبيعة ايه؟ حسام وابراهيم حسن دول. مامي انت وقتي خلص معانا، يلا باي باي على اوضتك يلا عشان عايزين نلعب. كده يا سولي؟ كده تحرج مامي برضو؟ طب معلش انا هقوم، بس سؤال بس قبل ما امشي، انتوا شكلكوا اكبر من سولي شويه، انتوا بتسقطوا كتير ولا حاجه؟ لا يا مامي، دول دفعه مي. دفعه مي، اهلا وسهلا. اهلا اهلا، عن اذنكم. انا عايز افهم حاجه بقى، عيد ميلاد سولي بالليل، ايه اللي جاب العيال دي دلوقتي؟ عيب يا علي، دول صحاب مي بنتك. عشان اصحاب بنتي انا مش طايقهم. بقول لك ايه، عارف لو عملتهم وحش مي بنتك ممكن تتضايق ونفسيتها تتعب، خصوصا ان هما ضيوف عندها. ضيوف عند مي ليه في عيد ميلاد اخوها؟ ده انا ابويا لما كان بيعمل لي عيد ميلاد ما كانش بيعزم غير امي، مش اصحاب اخواتي البنات. ايوه، عشان كده يا لولو يا حبيبي انت طلعت معقد، وانا مش عايزه حقتك دي تطلع على العيال. كل سنه وانت طيب. لا حول الله، هي مي يا بنتي من ساعة ما جيت بقالك ساعة نايمة على الشازلونكم مبصة في السقف، هي في حاجة فوق عجباكي؟ مالك؟ ايه في ايه؟ احكي لي، كنت عايزة ايه؟ أنا بحب يا دكتور. لافلي. بقى كده يعني ايه؟ انت شايفة ان انا فيا ملامح كده من هبة قط ولا زبزبات صوتي زي حبيبي أسامة منير؟ لا الله، وما ليه كل حد في العمارة عنده مشكلة عاطفية يجي يحكيها لي؟ أنا أمراض نسا. عشان أنت قلبك كبير وصدرك رحب. طالما الموضوع بقى وصل للصدر، احكي لي بقى يا حبيبتي مشكلتك في إيه بس بياحة. كل ده إيه؟ كل الورقة ده واخد أكتر من 200 ورقة، فإن البتاع أصلا فيه البتاع فيها أصلاً 150 أصلاً. إزاي بقى؟ والله. إيه يا سولي؟ مش هتجهز لعيد الميلاد بقى؟ إيه ده؟ أنت مين؟ اسمعي يا بابي، أنتوا مين؟ دول اتنين على فكرة حقيقي، حضرتك مش شايف؟ أيوة بس أنا شايف واحد ويعني وواحد يعني مين دول؟ استغفر الله العظيم، هي شغلانة بقى، هفضل أعيد وأزيد وأفهم فيكم، دول توأم حسن وحسنين. بجد؟ يا فرحة أبوكوا بيكوا. اشمعنى؟ يعني أنا لو عندي ولاد زيكوا كده أدفع مصاريف واحد بس في المدرسة وأودي واحد يوم والتاني اليوم التاني. أنت هتعمل فيها لطف لبيب في كده رضا؟ بصراحة ده أنا أشتغل بيهم الناس كلها، ده أنتوا ثروة قومية، ده أنتوا دخل مهم لاقتصاد كل بيت. تحيا مصر، تحيا مصر. تي اللي عاجبك في اللي اسمه حسن ده؟ عجبني مواقفه في 3 خناقات. انت بتحب بلطجي بقى على كده؟ اول خناقه كانت بسبب واحد خطف سندوتشات حسنين. طب وتاني خناقه؟ تاني خناقه عشان العيال خطفوا حظاظه حسنين. هم بهدل نفسه في الخناقه ليه عشان حسنين؟ ما يقطع علاقته بيه احسن. ما ينفعش يقطع علاقته بيه عشان حسنين ده يبقى اخوه. وانت حبيتي فيه ايه يعني؟
حبيت فيه انه مهتم باخوه ومهتم بيا في الوقت اللي مامي وبابي ما كانوش مهتمين بيا خالص، ما كانوش فاضيين غير للخناقات وبس. انتوا ضحايا حبيبتي، معلش. وهو فين دلوقتي؟ في البيت عندنا. في البيت عندكم؟ بص عليكي ده انت كمان جايباه البيت عندكم. استنى بس، هو جاي البيت عشان يلعب مع سولي وعشان كمان يحضر عيد ميلاده. بس كده يعني؟ والصراحة عشان يشوفني بلبس غير لبس المدرسة. المسألة وصلت لللبس. الواد بان عليه مرقع. هي مامتكو دايما بتلبسكو زي بعض كده؟ أيوه. وماما بقى ما بتتلخبطش بينكو؟ بتتلخبط. هو انتوا ليه بتتكلموا في نفس النفس كده؟ أيوه احنا كده بنحب نعمل كل حاجة مع بعض. بس انتوا كده مش هتبقوا حسن وحسنين، انتوا كده هتبقوا زي التوأم بتاع ميلودي، عارفينه؟ عارفينهم. طب انا جات لي فكره حلوه، ايه رايكم في عيد الميلاد نعمل مسابقه بيكو؟ ازاي؟ هنوقفكوا كده قدام بعض ونسال الموجودين ونقول لهم اوجد 5 اختلافات بين الاثنين، وقابلوني لو حد عارف يجاوب. موافقين. يا حبيبي عيد ميلادك بالليل، ايه اللي يخليك تجيب العيال اصحابك دلوقتي؟ اولا دول مش عيال، ثانيا انت هتقول لابوك اولا وثانيا؟ ثالثا ما تقطعنيش عشان لسه مخلصتش كلامي. رابعا انا ممكن اقطعك هنا على فكرة. يبقى خامسا اضطر اسيبك وامشي. ولد اقعد. طب انت ما قلتش ثانيا، اتفضل قول. ثانيا دول مش اصحابي انا، دول اصحاب ماي في الكلاس. ايه ده؟ هي مي ليها اصحاب ولاد؟ اه طبعا، زي ما مي عندها اصحاب ولاد انا عندي اصحاب بنات. يا ابني ده وانا في سنك كنت بتكسف اتكلم مع بنات. حضرتك طيب على نياتك، انا مالي انا. اه والله يا ابني شفت تقصده. يا لا لا ما اقصدش اي حاجه. طب قوم قوم يلا شوف شوف ايه بره. يلا علي، انا حبيت حسن وحسنين قوي ونفسي اخلف توأم زيه. ايوه ايه المطلوب مني يعني؟ انك تشوف ابو حسن وحسنين عمل ايه وتتشطر كده وتعمل زيه. عمل ايه؟ عيب انجي، ما يصحش الكلام ده قدام الولاد. عيب ايه بس؟ اسال استشيري علي. لا استشيري دي بتاعت تحديد النسل مش بتاعت خلفه التوائم. ما احنا لما نخلف توأم برضو هنحدد النسل، هندفع ثمن ولاده واحده فعيلين. ايوه بس انا مش عارف اجيب توأم ازاي يعني. اتعالج يا علي، العلاج مش عيب. لا اتعالج ايه يا مدام؟ ما انت عارفه كويس قوي. لا 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 انا جامد قوي، امال جايب العيال دي ازاي؟ ديليفري؟ لا بس دول توأم كيوت. هو انت مش هتحضر عيد ميلاد سولي ولا ايه؟ ده انا كمان كنت عايزه اعرفك على حسن. حبيبتي اصل الحقيقه انا لا انا ولا طنط رجاء بنحضر اعياد ميلاد العيال الصغيرين دي مره تاني بقى. بس احنا مش عيال صغيرين. عارف يا حبيبتي انا مش عايز صغير، روح انت من عيد الميلاد الجميل وانا هبقى اتعرف عليه بعدين. انا ظهر بقيت تخصص في مشاكل العيله دي. باي باي يا باي يا حبيبتي. باي باي. سي لا في. هابي بيرثدي تو يو. هابي بيرثدي. Happy birthday to Albomo. Happy birthday to you. Sana hilwa ya jamil. Sana hilwa ya jamil. Sana hilwa ya soli. Sana hilwa ya jamil. Yalla halam balam balam hayya ul fasal. هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، مليح يا أبو الفصل. اوعى حد يمد إيده على حتة الجاتوه، أنا عددهم حتة حتة. أنت هتتجوزني إمتى يا حسن؟ حسن أنت مش بترد عليا ليه؟ بقولك هتتجوزني إمتى؟ تمخنيني يا مي؟ مع مين؟ أخويا؟ حسن ما تفهمنيش غلط، انا كنت فاكراه هو انت، بعدين انا قلت لكم 100 مره ما تلبسوش زي بعض. ما انت ما عرفتيش الفرق بيني وبينه، هتتجوزيني ازاي؟ تتجوز مين يا؟ انت مرتبط باختي حسنين؟ انا حسن ده حسنين.
انت مرتبط باختي حسنين؟ مش انا مرتبط باختك، ده حسن. بقول لكم ايه، انتوا هتفضلوا ترموني لبعض انتوا الاثنين واحد، اقسم بالله لا اطلع عينكم. طلع عين حسنين، لكن سيب عين حسن. بقول لك ايه، انا هطلع عينهم وهطلع عينك انت كمان. انا لا يمكن اوافق ان اختي ترتبط من غير ما تقولي. يا حلاوله، يعني لو كانت قالت لك عادي كنت وافقت. ده تسكت خالص، انا وبابي بس اللي نقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. يعني ايه الكلام ده؟ فهميني. يعني تسيبني دلوقتي انا واختك لوحدينا وتتفضل على اوضتك. بقى كده ماشي يا مامي، لما نشوف اخرتها. قولي لي بقى يا حبيبتي، ايه الموضوع ده؟ انت لسه صغيره على الحاجات دي يا روحي. مامي انا ما فيش اي حد في الدنيا يمنعني عن حبي ومش هتنازل عنه ابدا مهما يكون. في ايه يا حاجه سميره سعيد؟ بالراحه علينا شويه. انت فاهمه اصلا الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا. خلاص يبقى تسكتي بدل ما اديكي على بوزك وتفهميني بالراحه كده. حبي. نعم يا حبيبي. انا عايزه اقول لك على حاجه. ايه يا حبيبي؟ ومش حضرتك راجل البيت؟ ده بعد اذنك يعني يا استاذ سولي. احب اقول لك ان حضرتك بتتقرطص. مين ده اللي بيتقرطص ياض؟ حضرتك اللي بتتقرطص. انت قد الكلمه دي؟ خلي العيال دول عندك شويه وراجع لك. خلي دول ولا خلي ده؟ النضاره مزغلله ولا انا؟ اول مره اشوف واحد طالع له نفس الواحد. مي يا حبيبتي، انا عايزاكي تعتبري مامي صاحبتك. ها، انا اللي هقدر انصحك واقولك ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش، مش كده؟ يعني اقول لبابي كمان؟ طبعا طبعا تحكي لبابي، مفيش حد في الدنيا هيخاف عليكي قدي انا وبابي. وبعدين بابي راجل هادي ومتفتح، يعني هيقدر يعالج الامور بهدوء وبحكمه. ها؟ في ايه يا علي، انت بتحاول بالليل ولا ايه؟ انا بتقرطص. وايه الجديد في ده؟ قصدي يعني اشمعنى بتقول ده دلوقتي؟ الهانم بنتك ماشيه مع الواد اللي اسمه حسن، ومش بعيد تكون بتتلخبط وبتمشي مع اخوه توأم حسنين. يعني كده ماشيه مع ثلاثه، حسن وحسنين. ايه يا علي؟ ايه ماشيه دي؟ عيب، اسمها مصاحبه. وبعدين مين قالك الكلام ده؟ انا. انت يا سولي ازاي تقول حاجه زي دي؟ ازاي تسمع حاجه وتروح تقولها؟ ومش حضرتك قلتي ان اي مشكله تحصل في البيت ده حضرتك وبابي هتحلوها؟ او انا قلت لبابي هو هيحلها. يا سلام، انت مش عارف ان دي فتنه والفتنه اشد من القتل؟ انا علمتك كده يا سولي؟ ما هنش عليا اسد البيت يتقرطص. اهدى بس، اهدى يا عم هالك علينا شويه، مش كده، مش اسلوب ده. امال ايه هو الاسلوب يا هانم؟ هي الهانم راح المدرسه تدرس ولا راح تصاحب؟ راح تصاحب. انت تسكت خالص، ما اسمعش صوتك. انا مش هسيبك غير لما اعلمك الادب واخليكي تندمي عشان الندم. شيل ايدك، ما تمدش ايدك على بنتي ابدا. انت عايز منها ايه؟ هعلمها الادب، هحلق لها شعرها، مش هوديها المدرسه، هخلي العيال يزفوها في الشارع ويقولوا عليها مي الزربطه. انا ما عملتش حاجه يا ماما. في ايه يا علي؟ مش اسلوب ده، بالراحه، مش دي طريقه نتكلم بيها مع الولاد. انا هتصرف، سيبني وانا هتصرف. هتعمل ايه؟ هحلق لها زلبطه، معرفش هعمل ايه، هتصرف خلاص. قومي يا حبيبتي معايا، قومي عبد البنت. انتوا الاثنين مع مي في الفصل؟ ايوه. انتوا الاثنين مرتبطين بمي؟ لا. الو، هاي رجاء، هاي حبيبتي. ها؟ لا سامح ايه؟ لا 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 سامح ايه دلوقتي، انا مشغول بالله. ده ممل ورخم ويا كفايه ريحته. ها؟ بعدين بعدين بعدين. يا مساء الفل والدكتورة يا أبو الدكتورة. نوحة حبيبي، إيه الجمال ده؟ بتيجي في أوقات تجنن. أنا بقول لسه بقول فيك شعر. قد إيه لذيذ، قد إيه لما بتهل ريحة تجنن. مش كده يا أولاد؟ لا. صدق؟ لا. ما تخافيش يا حبيبتي، ما حدش هيقدر يعمل لك حاجة. يا
يا مامي بابي هيضربني وهيحلق لي شعري زلبطة. زلبطة ايه بس؟ مفيش اي حاجة من الحاجات دي هتحصل. يعني بابي كذاب وبينخى عليا؟ بينخى؟ في مادموزيل محترمة تقول بينخى؟ لا يا حبيبتي، بابي مش كذاب ولا بينخى ولا حاجة، هو بس متعصب شوية، بس دلوقتي يهدى. وبعدين انت عارفة بابي طيب. عارفة يا مامي. طب ايه رأيك بقى ان مامي هتخليه كمان يجي صالحك؟ بجد يا مامي؟ طبعا بجد. مامي عمرها قالت لك حاجة وما عملتهاش؟ انا بقى عمري ما انخى عليكي ابدا. حبيبتي يا مامي. حبيبتي يا روح مامي. بس كده برضو يا مي، يعني يوم لما ترتبتي بواحد يطلع ليه اخ توأم، عيني قلب امك حظك قليل. بس الواد امور امور يا ميوي. بص يا ولاد، نتكلم بقى بصراحة كده وبقلب مفتوح، أنا اعتبروني زي بابا، خالكو، عموكو، ونجيب من الآخر ونروح لهلا فاخر. هلا فاخر يا دكتور؟ مش هنجيب من الآخر؟ لا. لا فاخر يا قصدي نجيب، يعني نقصر المسألة ونقول بصراحة مين حسن ومين حسنين. يا دكتور سمير، إيه؟ انت للمرة العشرة عمال تسأل الولاد السؤال ده وهم بيجاوبوك. المطلوب من حضرتك شوية تركيز. بص، ده حسن وده حسنين، صح؟ غلط. انا حسن وانا حسنين. بس امسك. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس حسن 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 ده حسن حسن. طب بص يا دكتور، إيه؟ انا عندي حل. ايه؟ ايه رايك اكتب على كل صدر واحد اسمه وانمرهم؟ ده مش محتاج، خلاص. ما اقول لك ده حسن وده حسنين. أوكي. بس قول لي يا حسنين، انت ايه علاقتك بمي؟ مفيش حاجه بيني وبينها. لا لا، ما تحاولش تنكر، هي حكت لي بالصراحه. اللي حكت لي عليه ده بينها وبين حسن، مش بينها وبيني. امال انت طب اعمل انا ايه؟ ايه اللخبطه دي يا دكتور؟ طب بقول لك حاجه، إيه؟ العيال دي رخمه قوي. انا هاخدهم في كورنر كده واتفاهم معاهم، اخليهم يعترفوا واقول لك. شوف لي بقى وركز قوي، مين عايزين من غير اذيه ومن غير عصبيه. حاضر يا دكتور. خليك هادي. حاضر. قدامي يا حلو انت اهو. يلا يا تعم قدامي، خليكم تعترفوا. انا دلوقتي اعترف وشوفوا مين ده ومين ده. أنا مال أنا ومين اللي حسن ومين اللي حسنين؟ حتى أول المهم إن أنا سمير. الحمد لله. يا علي افهمني، الولاد ما ينفعش نتعامل معهم بالطريقة دي. الولاد بقوا في سن خطر، لازم نحتويهم. نحتويهم إزاي؟ أفضل قاعد حواليهم طول الوقت كده ولا أشوف الغلط وأسكت؟ لا يا علي، بس هم عايزين حد يسمعهم ويفهمهم. يفهمهم ويسمعهم. أسمعهم وأفهمهم في الصح. مش ألاقي بنتي المفعوصة دي ماشية مع ثلاثة. علي بطل أفوارة. إيه ثلاثة دي؟ أنت عارف الولاد دول ليه بيكرهونا وبيكرهوا البيت وبيقضوا معظم الوقت مع أصحابهم بدل ما يقضوا في البيت مع أهليهم؟ عارف ليه؟ عشان جيل مهبب. لا يا علي، إحنا اللي غلطانين، عشان إحنا ما بنسمعش ولادنا، ما بنديهمش فرصة، ما بنديهمش من وقتنا، وفي الآخر نرجع نقول ولادنا بعاد عننا. بالراحة يا علي، خلينا نفكر بالراحة. بالراحة إزاي؟ البنت بتحبه ومصاحبة يا هانم. مشاعر طبيعية لأي بنت في سنها. وأنا المفروض أسكت بقى، مش كده؟ أنا ما قلتش نسكت، بس لازم نعالج الأمور بحكمة. ما هو أنا بقى لو اتعاملت مع الأمور بحكمة هلاقي البنت بكرة متجوزالي عرفي والواد داخل علينا مسجرة حشيش. أهو أنت بقى لو اتصرفت بطريقتك دي هو ده اللي هيحصل بالظبط. ما أنت هتعترفوا هتعترفوا، مش هسيبكم لما تعترفوا. اعترفنا. اعترفوا تاني، ما أنا مش هسيبكم النهاردة، غير يا قاتل يا مقتول. يا ابني أنت بس إيه. بص يا ولاد، أيا كان فيكوا حسن أو حسنين أو حسونة، المهم مين فيكوا اللي له علاقة بمي؟ صحيح يا دكتور، هي مين مي دي؟ أمك. أمامه ما بتنفسش؟ يعني أنت عمال تضربنا كله في الآخر مش عارف مين مي؟ لا بعرفش. ما بتضربنا ليه؟ صحيح يا دكتور، وأنا بضربهم ليه؟ بص لي. أي خد العيال قبل ما سامح يقتلهم. خليه يقتلهم، ده شرفي يا دكتور، شرفي. الأوفر ده شرفي يا عم، دول شوية عيال. أوكي، ما دام شرفك أنت خليه يقتلهم في شقتك، أنا ماليش دعوة. طب اسمع، أنا 10 دقايق وجاي لك. اوعى العيال دي يقربوا، يا الا هحملك المسؤولية كاملة. المسؤولية ايه؟ الراجل اتجنن. بصوا بقى، أنا رخم قوي وأنتوا كمان رخمين قوي. يعني بصوا مش هنتفق مع بعض، فلازم تعترفوا. يعني لازم تعترفوا.
بص دكتور سمير جاي دلوقتي وهيخليكوا بص اعترفوا بس. ايه ده انت هتعمل ايه؟ رد على ماما. ايوة وريني كده، ده معاه موبايل. صدق يا دكتور معاه موبايل احسن من اللي معايا. انت هتخليهم يعترفوا ولا هتقلبهم؟ يا دكتور دول متهمين، يعني ممنوع وسائل الاتصال. بس دي ماما لازم ارد عليها. بص يا حبيبي اعترفوا الاول وانا خليك تكلم ماما وبابا وتيزا كمان. نعترف بايه؟ مين ماي اللي بتتكلموا عنها؟ هقول لك انا. تعالى بقى. ما كانش ينفع كل اللي انت عملته ده يا صالي، ازاي تفتن على اختك؟ كنت خايف عليها. شعور لطيف، بس انت برضو رحت سخنت بابي عليها. انا كنت بنتقم منها عشان هي كمان فتنت عليا. شعور قذر. اوعدني انك ما تعملش كده تاني. ما اقدرش اوعدك. ليه بقى ان شاء الله؟ بصراحه مش ضامن نفسي. انت غبي. خلاص يا ولاد عرفت بقى مين ماي؟ اه مين؟ امي. صح. غلط. اوعى ياد تفتكر انك هتصيع عليا ياد، ده انا هقطعك هنا. علي مفيش داعي للتهور والغضب عشان ده هيؤدي الى نتيجه مش كويسه وانت جربت. انت مين ياد؟ حسن. ايه انت بقى اللي مرتبط ببنتي؟ لا والله ما انا، ده حسن. انت مين ياد؟ حسن. هو ده اللي مرتبط ببنتي؟ لا ده حسنين. يعني بص تعالى يا ابني، انت تعالى كده وانت 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 روح مكانه كده بقى. انت مين؟ حسنين. وانت مين ياد؟ حسن. انت اللي مرتبط ببنتي؟ لا ده حسنين. وانت مين ياد؟ انا سامح. بص عشان نظبطهم بقى دخل بتاع ده القصير ده في النص عشان يظبط لك يفرق بين حسن وبين حسنين وانت تصرف بقى. خش. حاضر. هما كده جاهزين. بص انا اضربهم كلهم وبعد كده اهوت هما يستفلوا مع بعض. برافو. ايه ده؟ دي مامة حسن وحسنين. طب رد عليها. حاضر. الو ازيك يا طنط؟ الحمد لله تمام. حسن وحسنين هما نزلوا من عندي من بدري، ما اعرفش. حاضر لما يكلموني هقول لحضرتك. حاضر ماشي. يلا باي باي. في ايه؟ مامة حسن وحسنين بتقول ان هما لسه ما روحوش البيت وشكلها قلقان عليهم قوي. يا خبر ابيض، دول ماشيين من هنا من بدري فعلا. يا ترى راحوا فين هما التلاتة؟ قصدي هما الاتنين. اسمعها تاني. انا اسف. لا اسمعها منكم انتوا الاتنين مع بعض. احنا اسفين. طب وانا مش ضمن انكم ما تعملوش كده معايا ولا مع حد غيري؟ انا يمكن اعمل كده تاني. ابقى كده امشي في الشارع بس في الارض، مش هبص على بنات تاني. واقول لك ولا اولاد كمان ولا انا. يبقى احتياطي بقى لازم ياخدوا الحقن. انا بخاف من الحقن وانا كمان. بلاش الحقن دي، بلاش حقن دي. انت اديت لحد حقن قبل كده؟ لا. طب هتودينا في داهيه وبعدين انا اللي هلبسها اللي انا كنت في العياده عندي. لازم يتربوا. اقلعوا. اقلع يا لا 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 لا، حتى من غير قلع دلوقتي، حتى الناموسه بتقرصك وانت لابس. فهم اديها وهم لابسين، نبقى في السيف سايد كمان. ايه العيال؟ انت من غير قلع دبها على طول، ولا اقول لك جرب في اللي في النص الاول؟ ايه العيال؟ لا عادي عادي، انا سامح يا عالي. يا ساتر يا رب، في ايه؟ افتح يا عالي. الغبي اللي بيخبط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ في ايه؟ اتفضل معانا. مين حضرتك؟ معانا امر بيقبض عليك. ليه؟ يعني ما انتش عارف ليه؟ يلا يا استاذ اتفضل. هما هيعملوا فينا ايه؟ كل العذاب اللي عذبته واللي العيال هتشوفوه. ده انا اساسا بخاف من الحقن. حقن؟ يا ريتها جت على الحقن. ايه ده؟ جربت النفخ؟ لا. كده؟ نهار اسود. اتفضل بيك. النفخ؟ هتجرب النفخ يا علي؟ هينفخوك يا علي؟ شوف خدها. هي انجي فين؟ هي ما جاتش برضه؟ لا الحقيقه يا فندم شكلها مش جاي النهارده كمان. ليه؟ هي لسه في حوارها ده مع جوزها. يا اختي دي بتجري ورا جوزها في الياسام ومديريات الامن ولا كانها بتجري ورا اكل عيشها.
طب ما تبعت لهم محامي الجورنال يا استاذ جميل. محامي الجورنال؟ لا قضايا الجورنال يا اخويا. لا 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 يا استاذ جميل ما يصحش كده خالص بصراحه منك. انجي زميلتنا ولازم نقف جنبها. يا سلام يا اختي. طب ما تقف انت جنبها، مش انت برضو جوزك ظابط برضو ولا ايه؟ هو بصراحه حسين ظابط، بس ما بيحبش يخش الاقسام خالص. نعم يا حبيبتي، يعني ايه بقى ظابط وما بيخش الاقسام خالص؟ لا قصدي يعني هو ما بيحبش يحشر نفسه في مواضيع مش بتاعته. او كده راجل جدع وبيفهم زيي بالظبط. بس ده راجل ندل وواطي. بتقول حاجه يا ابني؟ لا يا فندم، اكيد طبعا مع حضرتك، مفيش اي حاجه. بس بحسب. صباح الفل يا موحى، ازاي؟ يا سامة، ايه حكاية القروض اللي انت طلع لي فيها دي؟ مالك في ايه؟ ما تمشي عادي وتشوف شغلك يا اخي. نهار اسود، انت هرشني وتعرف؟ يا سموح، بدل الاراضي اللي انت فيها دي ادفع 9 جنيه ونص اللي عليك ياض. انت سيدي غاوي، تعرفوني. خلاص وادي لبس التنكر اهو يا تيتو، هات لي واحد شاي، انا اروح اسلم نفسي احسن. عجبك كده؟ يعني لولا انا اتصرفت وعملت صلح واحترموني عشان انا طبيب معروف كان زماننا في السجن دلوقتي. عجبك النفخ؟ لطيف. انبسطت يعني؟ يعني بس بقول لك يا سمير، وفيها ايه؟ ما هو السجن للجدعان. يا سيدي انا مش جدع، خليك انت اللي جدع بس. يعني انت لو حد عاكس رجاء هتعمل فيه ايه؟ هكشف على قواه العقليه. بقول لك ايه؟ مش احنا اصحاب؟ ليا طلب صغير عنك. اتفضل. يا ريت تقطع علاقتك بيا لفتره. يا ريت تقطع علاقتك بيا على طول. على طول؟ على طول، على طول الحياه، نقابل ناس وننفخ ناس ولا ندرك حبايبنا. حسن راح فين؟ وحسنين راح فين؟ أنا بقى هقول لكم التلاتة راحوا فين. حبايب قلبي حسن وحسنين مع السنة الجديدة اختفوا، معرفناش راحوا فين يا قلب أمهم. وأمك مي ربنا هداها ومشيت على عجين ما تلخبطوش، وكرهت الارتباط لحد ما اتصت في أبوك وعلمها العفة. يلا بس احلى حاجه، احلى حاجه يا دودو عملوها انهم جابوك يا قلب انا. ما تبصليش كده، وانت كمان قلب انا.